بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لشرح الهيكل، المرة اللي فاتت شرحنا وحدة التكاثر الجنسي وخلصنا الوحدة دي طبقا للهيكل. النهاردة ان شاء الله هنبدأ بقى هنختم بوحدة التكاثر الخلوي، اللي هي الوحدة الأولى أو أول وحدة في الفصل الثالث في الصف التاسع. اول حاجة هو طالب مننا من الهيكل صفحة 240 الشكل الاول. تمام، هو عايز ايه من الشكل الاول؟ عايزنا نثبت ايه التغيرات اللي بتحدث للخلية او في الخلية الحية من حيث حجمها ومكوناتها الداخلية. يعني عايز يشوف علاقة الحجم بان الخلية تقوم بوظائفها بشكل كامل. حجم الخلية ومكوناتها الداخلية، هل ليهم علاقة بوظائف الخلية أم لا؟ فهنا يعني هي عايز بالإثبات، فهناخد الشكل اللي هو الواحد ده. عندنا في الأول خلية، هو هنتخيل الخلية إن هي على شكل مكعب. فالخلية أول حاجة طول الضلع عندنا جايبها 1 مايكرومتر، تاني حاجة 2 مايكرومتر، وتالت خلية 4 مايكرومتر. عايزنا نشوف ايه علاقة الخلية بالقيام بوظائفها، علاقة حجم الخلية بالقيام بوظائفها. أول حاجة هنحسب العلاقة دي عن طريق ان احنا هنحسب مساحة السطح المكعب، تاني حاجة حجم المكعب. فمساحة السطح، فنسبة المساحة الى السطح هي دي اللي هتعرفني الخلية بتقوم بوظائفها بشكل سليم ولا لا. طيب نسبة المساحة الى الحجم، فنسبة المساحة الى الحجم دي اللي هتعرفني اذا كانت الخلية بتقوم بوظائفها بشكل مثالي ولا بتقابل مشاكل في القيام بوظائفها. طيب اول حاجة لازم نعرف المساحة، ايه هي المساحة؟ تاني حاجة ايه هو الحجم؟ فالمساحة هو كان معرفلنا هو السطح اللي بيغطيه الغشاء البلازمي، السطح المغطى بالغشاء البلازمي. طب ايه الغشاء البلازمي ده؟ كنا خدنا قبل كده ان الغشاء البلازمي هو الغشاء عنده خاصية نفاذية اختيارية، موجود برا الخلية وهو اللي بيتحكم في دخول وخروج المواد من والى الخلية. طيب يبقى ده المساحة، المساحة اللي هو السطح المغطى بالغشاء البلازمي. طيب الحجم هو بقى المكونات الداخلية، مكونات الخلية الداخلية، السيتوبلازم والنواة وهكذا، كل ده مكونات الداخلية بنعبر عنها بالحجم. طيب لو احنا عندنا اول حاجة الخلية اللي على شكل مكعب طول ضلعها 1 مايكرومتر، فاحنا عايزين نحسب النسبة، نسبة المساحة الى الحجم. طيب المساحة قانونها الطول في العرض في عدد الأوجه، طب والحجم الطول في العرض في الارتفاع. طيب تعالوا نحسب أول حاجة الطول، طبعا مساحة المكعب الطول بيساوي العرض بيساوي الارتفاع، فلما هو جايب لنا الطول 1 مايكرومتر يبقى ادي الطول 1 مايكرومتر، العرض برضو هيبقى 1 مايكرومتر، وعدد اوجه المكعب طبعا 6 اوجه، اذا النتيجة بتساوي 6 مايكرومتر تربيع. طيب الحجم الطول في العرض في الارتفاع، احنا قلنا الطول بيساوي 1 يبقى العرض هيساوي 1 كمان، يبقى الارتفاع هيساوي 1، يبقى 1 مايكرومتر مكعب. طيب دي النسبة، النسبة 6 المساحة 1 الحجم، 6 الى 1، فمعنى كده ان المساحة زايدة، المساحة اكبر، فبالتالي نسبة الغشاء البلازمي المغطي الخلية كبير، فبالتالي الخلية هنا هتقدر تقوم بوظيفتها بشكل
بشكل كامل، لان هي هنا كل ما زادت نسبة الغشاء البلازمي كل ما كان قادر على انه ينفذ او يدخل المواد اللي بتحتاجها الخلية بسرعة، او يتخلص من المواد اللي الخلية غير محتاجاها. طيب لو جينا شفنا المربع التاني، المكعب التاني اللي هي الخلية اللي طول ضلعها 2 مايكرومتر، احنا هنا عايزين نسبة ان الخلية كل ما زاد حجمها كل لما الكفاءة بتاعتها بتقل. يعني معنى كده ان اعلى كفاءة بتكون في انهي خلية، الكبيرة ولا الصغيرة؟ بالظبط كده زي ما قلتوا، يبقى اعلى كفاءة بتكون في الخلية الصغيرة، لان الخلية الصغيرة زي ما قلنا كانت نسبة النسبة كانت 6:1، فكانت نسبة مساحة السطح اللي بيغطيه الغشاء البلازمي كانت كبيرة، فهي بتقدر اللي هي تنفذ المواد اللي محتاجة الخلية بسرعة وبكفاءة، فبتقوم بوظيفتها بشكل سليم. طيب المكعب اللي طول ضلعه 2 مايكرومتر، هنحسب المساحة، 2 × 2 × 6، وهنا الحجم 2 × 2 × 2. تمام، هنا كانت النسبة 24 مايكرومتر تربيع، وهنا النسبة 8 مايكرومتر تكعيب. طيب لو اختصرناهم هنلاقي ان النسبة 3:1. لو قسمنا الـ24 على التمانية فيها التلاتة، والتمانية على التمانية فيها الواحد، يبقى النسبة 3:1. هنا لو تلاحظوا نسبة المساحة قلت، فنسبة الغشاء البلازمي كمان قل، فبالتالي الكفاءة بدأت تقل. طيب نيجي لآخر واحد بقى، اللي هو كان الخلية اللي طول ضلعها 4 مايكرومتر، عايزين نشوف الكفاءة بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. طيب الطول 4 في العرض 4 في عدد الأوجه 6، هنا الطول 4 والعرض 4 والارتفاع 4. تمام، هنا النتيجة هتطلع للمساحة ستة وتسعين، والحجم هيبقى 64. يبقى لو اختصرنا مثلا هنا على 32 فيها 96 على 32 فيها التلاتة، وهنا 64 على 32 فيها الاتنين، يبقى النسبة 3:2. الجاب اللي ما بينهم قل، او الفجوة اللي ما بينهم قلت، كان اول مرة كان 6:1 المساحة والحجم، تاني مرة كان كام؟ 3:1، آخر مرة كان 3:2. فكل لما نكبر حجم الخلية كل لما الجاب أو الفجوة اللي ما بين المساحة والحجم بتقل، فبالتالي كل ما الكفاءة بتاعتها بتقل. ده اللي هو كان عايزه من الرسمة دي. يبقى هنا استفدنا ايه؟ استفدنا ان كل ما الخلية حجمها قل او حجمها بقى صغير اصغر، كل ما كانت الكفاءة بتاعتها اعلى. تمام، كل ما كانت كفاءتها اعلى، فالخلية الصغيرة نسبة المساحة الى الحجم بتكون كبيرة، لكن الخلية الكبيرة نسبة المساحة الى الحجم بتقل. ده ممكن يجي سؤال اختياري، ان الخلايا الصغيرة نسبة مساحتها الى حجمها بيكون ايه، فاحنا ممكن نتلخبط ونقول صغيرة. لا، هي نسبة الخلايا الصغيرة نسبة المساحة الى الحجم بتكون كبيرة، زي اصغر خلية خدناها كان النسبة 6:1، فكانت دي اكبر نسبة اخدناها. يبقى الخلايا الصغيرة نسبة مساحتها الى حجمها بتكون كبيرة. تمام، فكل ما صغر حجمها بتقدر بقى تقوم بوظائفها اللي زي نقل المواد، وبيتم نقل المواد بسهولة في الخلايا الصغيرة. تاني حاجة بتقوم بوظائفها زي الاتصالات الخلوية. تمام، نيجي للصفحة 242، هو عايز الفيجر 3 ده والشكل 3. تمام، هو عايز الشكل ده اللي هو ايه؟ دورة الخلية. الخلية عشان
تقوم بوظائفها او على شيء مش يعني بتوصل للحجم معين، وبعد كده هيحصل فيها ايه؟ بتبدأ بقى يا اما تنقسم يا اما تتوقف عن النمو. فاحنا هنا هناخد لو الخلية انقسمت ايه اللي بيحصل فيها. الخلية لما تيجي تنقسم بتنقسم على مراحل، ادي هو الرسمة دي اللي هو عايزها. اول مرحلة عندنا الطور البيني، دي مراحل دورة الخلية. رقم واحد الطور البيني، تاني حاجة الانقسام المتساوي، تالت مرحلة الانقسام السيتوبلازمي. الطور البيني طبعا هو اكبر مرحلة الخلية بتقعد فيه، يعني هو بياخد اكبر وقت من مراحل انقسام الخلية. تمام، الطور البيني بينقسم لثلاث مراحل، يعني الطور دي الثلاث مراحل الأساسية. نيجي بقى للمراحل الفرعية اللي تحت المراحل الأساسية. الطور البيني بينقسم لثلاث مراحل، D1 S G2. الانقسام المتساوي زي ما شرحنا قبل كده، دي مراجعة سريعة لكن انا شرحت بالتفصيل في فيديوهات سابقة. الانقسام المتساوي بيبدأ بالطور التمهيدي، الطور الاستوائي، الطور الانفصالي، والطور النهائي. دي المراحل الفرعية. فأول حاجة طبعا زي ما قلنا ان اكتر مرحلة الخلية بتقعد فيها من مراحل دورة الخلية هي الطور البيني. الجي 1 ده الخلية بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ان هي بتنمو فيه وبتقوم بوظائفها الخلوية بقى. يبقى اول مرحلة جي 1 بيحصل فيه نمو للخلية، نمو الحجم الخلية. المرحلة اس بيحصل تضاعف للدي ان اي او المادة الوراثية في الخلية، فبدل ما تبقى 46 بيعمل بيحصل لها نسخ قطعة تانية زيها بالظبط، بتكون كام؟ تكون 92، عشان بعد كده لما يبدأ مرحلة الانقسام يبقى كل خلية فيها 46. طيب والجي 2 الخلية بتبدأ بقى تستعد عشان تدخل في المرحلة اللي بعدها، ده اللي عايزه من 242. ميتين خمسة واربعين طبعا عايز بقى المراحل الانقسام المتساوي بالتفصيل، او مراحل دورة الخلية بالرسمة اللي قدامنا دي. بدأنا بالطور البيني. الطور البيني زي ما احنا شايفين الخلية بتكون فيها النواة والسيتوبلازم والغشاء البلازمي والنواية، بيكون فيها مكونات الخلية، وبتكون الكروموسومات مخففة على شكل كروماتين. تمام، ده في الطور البيني. طيب تعالوا ندخل بقى اول مرحلة في الطور التمهيدي، اللي هو اول مرحلة في الانقسام المتساوي اللي هي الطور التمهيدي. الطور التمهيدي هنلاقي ان في حاجات بدأت تختفي او تتحلل، زي ايه؟ زي الغشاء النووي اللي كان موجود هنا، الغشاء النووي اللي هو بيحيط بالنواية ما بقاش موجود، فجأة لقيناه اتحلل. طيب النواية اللي كانت موجودة في الطور البيني اجت في الانقسام الطور التمهيدي من الانقسام المتساوي واختفت. الكروماتين اللي كان في الطور البيني كان على شكل الطور البيني كان فيه كروماتين مخفف، جينا ندور في الطور التمهيدي الكروماتين تكثف وتحول كروموسوم. طيب اول مرحلة اللي هي الطور التمهيدي، وبدأنا نلاقي حاجة تانية اتكونت اللي هي ايه؟ الجهاز المغزلي. تمام، الجهاز المغزلي هنلاقي ان رسمته هتقابلنا بعد كده بيتكون من ثلاث حاجات، مركزات موجودة عند اقطاب الخلية، وخيوط المغزل، والياف نجمية. يبقى دي الياف نجمية وده مركز وده مركز تاني ودي خيوط المغزل، ده اسمه الجهاز المغزلي.
خيوط المغزل دي اللي بتصطف عليها الكروموسومات من السنترومير عشان تبدأ، او القطعة المركزية عشان تنفصل من القطعة المركزية بتاعتها كده. طيب اول حاجة التور التمهيدي، وعرفنا ان بتبدأ بقى الكروموسومات تتكثف وبيتكون خيوط المغزل، بيتكون جهاز المغزلي وهتبدأ تصطف الكروموسومات عليه، ده التور التمهيدي. تمام. تاني طور اللي هو الطور الاستوائي، نلاقي بقى ان الكروموسومات بدأت تترتب في خط استواء الخلية زي ما قلنا عشان تستعد للانقسام، بترتبوا تحت بعضهم كده وبيرتبطوا بخيوط المغزل عن طريق القطعة المركزية. يعني الكروموسوم بيتكون من 2 كروماتيد، ده كروماتيد وده كروماتيد، بيرتبطوا ببعض هنا عن طريق القطعة المركزية، فلما يجوا يرتبطوا بخيوط المغزل يرتبطوا من خيوط المغزل كده بالقطعة المغزل بالقطعة المركزية بتاعتهم، عشان لما يجوا ينفصلوا ينفصلوا من النص تماما، كل قطعة يبقى فيها نفس النسخة من المادة الوراثية. فارتبطوا واصطفوا في شكل منظم جدا في الطور الاستوائي. تمام. بعد كده بقى يستعدوا للانفصال، فخيوط المغزل تبدأ ايه يحصل لها قصر، تنكمش كده او تتناقص في الحجم، ولما دول يتقسموا من النص يبقى كل كروماتين هيروح في اتجاه عند قطب من اقطاب الخلية. ادي كده التناقص طول الانيببات الدقيقة وتحركت الكروموسومات إلى القطبين المتقابلين. بعد كده نيجي بقى للطور النهائي. الطور النهائي في حاجات حصلت عكس الطور التمهيدي، يعني كان في الطور التمهيدي ده تحلل الغشاء النووي واختفت النواية وتكونت خيوط المغزل. نيجي للطور التمهيدي، اول حاجة بيتكون كده تخثر في الخلية، لان الهدف من الانقسام المتساوي هو انقسام النواة، فالنواة بتنقسم تبقى نواتين، ادي نواة وادي نواة. بدأت بقى حاجات كانت مختفية في الطور التمهيدي هتبدأ تظهر في الطور النهائي، ده الطور النهائي ده الانفصالي وده الاستوائي. طيب فالطور النهائي بدأ يظهر فيه النواية اللي كانت اختفت في الطور التمهيدي، وبدأ يظهر فيه الغشاء النووي اللي كان اختفى في الطور التمهيدي، والخيوط الكروموسومات اللي تكثفت في الطور التمهيدي هتبدأ تتخفف تاني وتتحول لكروماتين. تمام كده انقسمت النواة وحصل تخثر في النص من النص هنا استعدادا للانقسام، انقسام السيتوبلازم. نيجي بقى للانقسام السيتوبلازمي، بينقسم السيتوبلازم وبيتكون خليتين، بينقسم هنا من التخثر ويتكون خليتين. بس ده كده في الخلية، ده اللي بيحصل في الخلية الحيوانية. لو جينا ندور في الخلية النباتية هنلاقي ان الغشاء البلازمي بيحيط بيه غشاء كده صلب، فمش بينفع يحصل فيه تخثر كده زي الخلية الحيوانية. فاللي بيحصل بيقوم متكون صفيحة، يعني بيبقى فيه هنا غشاء صلب، فمش هينفع يحصل تخثر في الخلايا النباتية. فاللي بيحصل ان هو بيتكون هنا صفيحة خلوية بتقدر تقسم الخلية لاتنين، يبقى فيه اختلاف في الانقسام السيتوبلازمي ما بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. الخلايا الحيوانية بتنقسم عن طريق تكوين أخدود التخثر. تمام. الخلية النباتية بتنقسم عن طريق تكوين الصفيحة الخلوية. ده الاختلاف ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية في الانقسام السيتوبلازمي. يبقى الانقسام السيتوبلازمي هو انقسام السيتوبلازم، لكن الانقسام المتساوي هو انقسام النواة. دي كده الرسمة بتاعتنا.
شرحناها قبل كده برضو في فيديو قبل كده بالتفصيل. هو عايز بعد كده صفحة 246 على الشكل 7 اللي هو الجهاز المغزلي، واحنا شرحناه لسه شرحها دلوقتي، اللي هو بيتكون من الخيوط المغزلية والمراكزات وألياف نجمية، ده اسمه الجهاز المغزلي. ممكن يجي الرسمة دي ويسألكوا على الطور، لو إجا وسأل على الطور ده طبعا الطور الاستوائي، لأن الكروموسومات مصطفى على خط استواء الخلية، لكن لو سألكوا على الجهاز نفسه يبقى ده الجهاز المغزلي. بعد كده برضو ده الشكل، ده هو طلبه في الهيكل، الشكل 10 في صفحة 248. ادي الفرق ما بين الخلايا الحيوانية، حصل لها هنا تخثر زي ما شرحنا، الأخدود اللي في النص أو التخثر اللي في النص هنا، والخلايا النباتية انقسمت انقسام السيتوبلازمي عن طريق تكوين صفيحة خلوية برضو زي ما شرحناها. بعد كده هو عايز الشكل 11، ده الشكل 11 بيشرح ايه اللي بينظم دورة الخلية. اكيد دورة الخلية عشان تتم بالسيكونس بتاعها ده، فهي محتاجة ان في حاجة تنظمها. جينا ندور لقينا ان في حاجة اسمها بروتينات السايكلين وانزيمات السايكلين كاينيز، الاتنين دول بيساهموا في ان تنظيم دورة الخلية. يبقى بروتين السايكلين وانزيمات السايكلين كاينيز. نركز في البروتينات والانزيمات دول، بروتين السايكلين وانزيم السايكلين كاينيز، الاتنين دول بيساهموا في تنظيم دورة الخلية، بيدوا اشارة لبدء مرحلة او انهاء مرحلة، يعني يجوا عند المرحلة G1 يدوا لها اشارة ان هي تبدأ، خلاص خلصت وظيفتها يدوا اشارة ان هي تنتهي، وبعدين يدوا اشارة لمرحلة الاس اللي هي تبدأ، وبعدين يدوا لها اشارة ان هي تنتهي، يدوا اشارة لمرحلة G2 تبدأ وبعدين ينهوها، وهكذا. فهم ماشيين يدوا اشارات. طيب مين بقى اللي بيتأكد اذا كانت المرحلة دي قامت بوظيفتها بشكل تام ولا لأ، ولا في مشاكل هو ممكن يعالجها؟ حاجة اسمها نظام نقاط الفحص. نظام نقاط الفحص ده مش مجرد ان هو بيدي اوردر ان الخلية تبدأ او تنتهي، لأ ده هو كمان بيساعد ان الخلية تقوم بوظيفتها على اكمل وجه، ان المرحلة دي تتم وظيفتها على اكمل وجه. فيجي عند مرحلة الجي 1 مثلا يتأكد ان هي قامت بوظيفتها اللي هي نمو حجم الخلية. لو قامت بوظيفة نمو حجم الخلية يديلها اوكي، يديلها اشارة ان هي بقى تخش على المرحلة اللي بعدها. فخلاص المرحلة اس قامت بوظيفتها، هو عمال يراجع كده شافها ان هي عملت تضاعف للدي ان اي، فتمام يخش على المرحلة اللي بعدها يتأكد، وهكذا. فهو واقف عند كل مرحلة بيتأكد من اذا كانت كل مرحلة قامت بوظيفتها بشكل كامل ولا لأ. هل دايما الخلية بتقوم بوظيفتها بشكل طبيعي؟ هل الدورة دايما بتتم بشكل طبيعي بالترتيب اللي احنا قلناه وبالمراحل اللي احنا قلناها؟ اكيد لا، اكيد في بيحصل مشاكل معينة، فالدورة بتعمل بتبقى او بتنقسم بطريقة غير طبيعية. لما الدورة تنقسم بطريقة غير طبيعية يبقى دي بنسميها السرطان. يبقى هنا حصل انقسام، في انقسام غير طبيعي في الخلية، فهنا حدث السرطان. يبقى السرطان عبارة عن ايه؟ نمو وانقسام في الخلايا لا يمكن التحكم به. يعني هو حصل هنا خلل في ايه؟ خلل في نظام دورة الخلية. نيجي ندور نلاقي الخلية ماشية بشكل سليم، ماشية كده بشكل سليم، بتنقسم بشكل سليم. نيجي ندور نلاقيها فجأة حصل هنا انقسامات في النص غير متحكم به، يعني مش قادرين يسيطروا عليه، على الخلية دي، ومش قادرين النظام نقطة الفحص مش قادر يعالج الخلل ده، فبالتالي بتكمل بقى انقسامات غير متحكم بيها وبتكون هنا خلايا سرطانية. الخلايا السرطانية دي لو استمرت ممكن تأثر على الخلايا الطبيعية الموجودة حواليها. تمام. نيجي آخر حاجة هو طالبها اللي هو موت الخلية.
موت الخلية هو في خلايا موت خلوي مبرمج في الخلايا. يعني بيحصل ايه؟ زي الخلايا اللي ما بين صوابع ايدينا وصوابع الاقدام، اصابع الايد واصابع القدم. هنا المفروض كان في خلايا، كان في خلايا بس كانت هتخلي ايدينا ورجلينا على شكل شبكة كده متكاملة، فطبعا ما كانتش الايد او الرجل هتقوم بوظيفتها بشكل كامل. فهنا اللي حصل ان هو تم حاجة اسمها موت مبرمج للخلية، الخلايا اللي ما بين اصابع ايدي ورجل دي ماتت، فبالتالي بقى شكل ايدي على الشكل اللي هو موجود عليه حاليا، وشكل قدمي كمان على الشكل الموجود عليه حاليا. كمان الخلايا اللي تعرضت لضرر في الدي ان ايه، الخلايا اللي تعرضت لضرر في الدي ان ايه اللي هو ممكن تصاب بعد كده بالسرطان، ممكن يحصل لها موت، فبيساعد في حماية الكائن الحي ده من تكون الخلايا السرطانية. يعني ممكن ربنا يحمي الشخص ده عن طريق ان هو يموت الخلايا اللي كانت معرضة للإصابة بالسرطان، وبالتالي الشخص ده ربنا يحميه من الإصابة بالسرطان. تمام. تالت حاجة برضو في موت خلوي بيتم في النباتات، زي ما بيحصل كده في فصل الخريف لما بتسقط الأوراق من الأشجار، فهنا بيحدث موت موضعي للخلايا في النباتات. يبقى هنا ثلاث حالات لموت الخلية. أول حاجة موت الخلية أثناء نمو القدمين واليدين في الإنسان. تاني حاجة اللي هو موت الخلايا اللي تعرضت لضرر في الدي ان ايه. تالت حاجة موت أو تساقط الأوراق اللي ناتج عن الموت الموضعي للخلايا. بس ده كده الهيكل او المطلوب من وحدة التكاثر الخلوي. خلاص كده خلص، ووحدة التكاثر الجنسي طبعا شرحناها. يبقى كده بإذن الله ذاكروا كويس الحاجات دي، وبإذن الله كده هتضمنوا الدرجة الكاملة في الامتحان ان شاء الله. شكرا جدا.